خلينا نروح واحد من نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي السابقين، كابتننا الكبير كابتن شريف عبد المنعم، واحد من فراوده مصر يعني على مدار العصور، كان من الفراوده الجامدين جدا. كابتن شريف تحياتي لحضرتك. كابتن فاروق تحياتي، مساء الخير، وتحياتي لبرنامجك الجميل وجماهيرك. الله يخليك، وبشكرك على التقديم الحلو دي. ده انت يعني نقدمك احسن من كده كمان يا كابتن، انت من اللعيبه يعني اللي طبعا اللي حضر كابتن شريف او يعني اللي شاف كابتن شريف يعرف ان كابتن شريف كان من الفراوده الطوال قوي في وقت يعني كان في عظماء في كره القدم، كابتن خطيب وغيره وغيره وغيره، كان في ناس كتير جدا، فبالتالي اسمك ككابتن ما زال طبعا يعني بيتردد بقوه في المكان ده. وانت برضه فاروق حبيبي، فاروق جامد. الله يخليك كابتن. طيب خليني اخدك كابتن لمنتخب مصر ورؤيتك بقى الماتش كبير زي ماتش بلجيكا كابتن، والبعض في عنده تخوف في ماتش زي ده، ما بتلعب فريق مصنف عالميا رايح كاس عالم، بعد يقول لك ايه اللي ممكن يحصل في ماتش زي ده وانت لسه برضه بتتحسس الامور مع مدير فني جديد. اه لعبت ماتشين وديتين بالنسبه لك كمنتخب مصر، لكن برضه مش بالقوه اللي ممكن تحكم على شكلك، وايه اللي ممكن يحصل في مباراه كبيره زي كده كابتن شريف؟ بص يا فاروق، هقول لك على حاجه. دايما الواحد بيحط نفسه مكان اي حد لما يجي يتكلم على مدير فني مثلا او بيتكلم على منتخب او اي، حط نفسه هو لو كان موجود كان ايه التصرف اللي كان هيحصل، او كان هيشتغل ازاي، او كان بيحلم بايه لفريق مصر ولاعيبه مصر كلها، وايه الارضيه اللي هي تحت ايده اللي يقدر يخرج منها الامكانيات اللي تحلم بيها الجماهير دايما في اي بلد يعني. فالراجل كان حظه كويس في الماتشين اللي انت قلت عليهم ان هم ابتدوا بمباراتين مش بطالين يعني، ولكن كان هو في حاله تعارف برضه، وكل يوم بيكتشف جديد يعني. شفناه اكتشف كريم فؤاد وخده من غير ما كان بيلعب، بيشوف لعيبه كانت مش موجوده خالص جابها ولعب بيها في المنتخب، ولعبه اساسي، وقال لي ازاي لعيب زي ده ما كانش ممكن يكون موجود قبل كده. فعنده رؤيه، ولكن احنا كلنا لما بنيجي نشتغل هتلاقينا دايما بنحط في المرتبه الاولى بالنسبه لنا اللاعب المحترف. اللاعب المحترف اللي هو بيمثل مصر خارج بلاده، وده اللعيب الوحيد اللي بيلعب قدام الطبقه الاوروبيه او الاسيويه او اي حته بيلعب فيها يعني. فهو ده اللي انت هتقابله. احنا محظوظين برضو ان احنا نقابل فرقه زي بلجيكا، مش حقيقه ده حظ مصر انها تبقى على المستوى في الدوره الاعلاميه دي، ان هي بتقابل زي ما انت قلت التصنيف الثاني على العالم على ما اعتقد بلجيكا كان اول بعد كده ثاني دلوقتي يعني. طبعا من الفرق الكبيره بتضم لعيبه كابتن على العالم، لعيبه احنا بنشوفها في الانديه على راسهم دي بروين يعني. فلعيبه بتلعب كره سريعه جدا، عندها هدف واحد الاختراق في منطقه الجزاء، وازاي تجيب جول من جميع بقى الفنون اللعبه، من التمريرات، من العرضيات، من التصويبات، ويملكون الحقيقه. فانت كنت تقول المدير الفني هيعمل ايه؟ ما هو برضو هو عنده لعيبه محترفه بيلعبوا في انديه كبيره، في انديه محترفه، على راسهم محمد صلاح طبعا والنني وتريزيجيه، وكل الناس دي قابلت شخصيات زي اللعيبه اللي هي بتلعب في بلجيكا وغير بلجيكا يعني. ففرصه كبيره نغتنمها من حيث الاداء، نغتنمها من حيث ان انت تحس انت واقف على رجلك، انت كنت بتتفرج على الاسلوب اللي هيفرضه المدير الفني، ايه اللي هيقدمه قدام بلجيكا، هل هنبقى في شكل دفاعي فقط، هل في شكل زون ديفنس اللي احنا بنلعبه عشان نلعب على كونتر اتاك. دي خبرات بقى وسرعات اللعيبه اللي موجوده اللي هو هيحطها يعني. اعتقد ما تقلقش قوي، انما ممكن تقلق من النتيجه مثلا ان هي في اول المباراه يحصل اختراقات، يحصل اهداف يعني، فالناس تقلق من كده. انما انا ما اعرفش، حاسس مع الراجل ده انه مدي حريه لكل لاعب، ثقه كده في نفسه انه يطلع الكره اللي عنده. واللاعب المصري ما يلعبش ابدا، لانه بيعرف يدافع كويس قوي، وعنده فيرويد زي محمد صلاح يقدر يترجم هدف في اي وقت بسرعته الحقيقه. فالحكايه عايزه هدوء اعصاب، وانك انت تثق في امكانياتك كويس. صحيح يا كابتن. اي مباراه 45 دقيقه تعارف في الاول، وبعدين 45 دقيقه ثاني ممكن يتغير فيها الاحوال كلها. عايز اسالك سؤال يا كابتن، هل ساعات التاريخ بيحكم؟ يعني من ضمن تاريخ المنتخبين مع بعض وملاقاتهم مع بعض، منتخب مصر لعب بالمنتخب البلجيكي 4 مرات، اللي هو المنتخب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو يعني كسبناهم مره على مدار، احنا كسبناهم 3 مرات وهم مره.
والله يعني من خلال المباريات يعني اللي احنا قابلناهم ودي يعني الودي، وبالتالي برضو هل لعب كابتن جوهري تعادلنا ولا كسبناهم ولا تقريبا لو الاعداد واحد بس صفر يقول لي، انا مش متذكر بس انا فاكر ان احنا كسبناهم 3 مرات. طيب كسبنا ايام يعني كابتن جوهري تقريبا كابتن جوهري، ايوه مظبوط يا كابتن، ايوه اخر مره بس المنتخب البلجيكي هو اللي كسبنا يعني 3-0 معلش اتذكر. كان فين الماتش في اسبانيا؟ مش هو كان في بلجيكا، كان في حته برضه. ايا كان المكان يا كابتن لما تيجي تحسبها يعني انت الوضع، ما بس هم اتغلبتش كتير مختلفين يعني، دلوقتي يعني الصراحه. ما اتغلبتش كتير يعني فاهم يعني، انت بيبقى لك وجود في المباريات دي، واحنا طول عمرنا بنلعب قدام الفرق الكبيره والمنتخبات الكبيره بشكل. انت اول ماتش ليك في كاس العالم اللي فات اعتقد محمد صلاح كان موجود وما كانش متعور، كان هيبقى لنا شكل تاني صحيح. يعني، واتغلبنا في اخر 7 8 دقائق يعني، في ناقص 3 4 دقائق على ما اعتقد، ولا اتغلبنا بكره ثابته من فانت عندك الامكانيه وعندك الميكانيزم وعندك كل حاجه وعندك ازاي توصل. وبعدين انا هقول لك على حاجه، مستر كروش لما كان موجود هنا واللعيبه دي لعبت بطوله العرب وبعدين لعبوا بطوله افريقيا، اللعيبه لعبت قدام منتخبات قويه جدا يعني، انا منتخب كاميرون ده ومنتخب كوت ديفوار ومغرب، انت لعبت قدام المنتخب اقوى واعتى المنتخبات اللي كانت موجوده في افريقيا، اللي هي مصدره الاول للعيبه اوروبا كلها صحيح دلوقتي. صحيح. فهو ده انت بتعرف تلعبهم، بتعرف تروضهم، بتعرف توصل معاهم للهدف بتاعك وتعرف تجيب فيهم جوان، وعندك لعيبه الحقيقه اعتقد بقت خبره جامده جدا. انا سعيد قوي بالنني اليومين دول يعني بتفرج عليه، حاجه تشرف يعني. محمد صلاح اهو الراجل ثقته وتحركاته في الملعب بتنمو من يوم عن يوم يعني، اذا كان بيخرج مثلا يقول لك محمد صلاح النهارده ما كانش، لا هو مش كويس، لا الفرقه نفسها بيبقى فيها بنسميها ديفو يعني في الديفندر بتاع، دي بتاثر على اللعيب. لما انا بقى فرقه زي فرقتي فرقه كبيره ويخش فيها جول في اول الماتش، ودي بتاثر على النجوم كلها، مش بتاثر على انما بيرجعوا يستردوا تاني سرعتهم ويستردوا مهارتهم ويعوضوا فرقه. فانا باثق الحقيقه في بدون مسميات يعني في اللاعب المصري، ولما بيجي له الثقه والتحرر ويبقى في لغه تفاهم بين الجهاز الفني واللعيبه اعتقد بتبقى في نتيجه في الاخر. صحيح. ان شاء الله هنتفرج على حاجه كويسه يا رب يا كابتن، هنتمنى يبقى ماتش كويس. عايز اسالك سؤال بقى كابتن، الفتره اللي فاتت والاختيارات بعض الامور حدثت زي اصابه متولي كده، وكان في استدعاء لياسر ابراهيم، انت احد نجوم النادي الاهلي وعايش جوه المطبخ، البعض قال لك النادي الاهلي مش عايز يودي ياسر ابراهيم، برايك في النقطه دي ايه يا كابتن؟ النادي الاهلي مش عايز ايه؟ ما كانش عايز يودي ياسر ابراهيم نتيجه ان هو مش عايز يخسر لعيب تاني، محمد عبد المنعم مصاب، محمد متولي مصاب، هل محمود متولي انا اسف يا كابتن، وبالتالي في بعض يعني الناس طلعت اتكلمت النادي الاهلي مش عايز يودي ياسر ابراهيم عشان ما يبقاش في عدد اكثر مصاب في المنطقه دي. هو ياسر كان طول عمره بيروح المنتخب وبيجي من المنتخب عادي يعني، وبعدين بيبقى في استقرار في فريق، مش معناه ان انا بقيت لعيبه مستوى تاني، لا ده كلهم مستوى اول الحقيقه. بس هو انا مش عارف المقوله اللي انت بتقولها لي دي مظبوطه ولا لا يعني. لا احنا يعني هي الفكره ان ما بعد، على فكره يعني في الاخر النادي الاهلي طلع تقرير وقال لك ياسر ابراهيم مصاب، لكن انت بتشوف الناس بياخدوها بمنطق تاني او باسلوب تاني. ده انت مش هتبقى بص يا فاروق، السوشيال ميديا بتعمل اللي هي عايزاه، وفي الاخر بيطلع مفيش اي كلام. انا على طول بقرا اخبار انا قلت حاجات ما قلتهاش، وبقرا غيري عمل حاجات، ابص الاقي الخبر متغير، العنوان حاجه العنوان حاجه والمفهوم جوه والمضمون جوه حكايه ثانيه خالص. فخلاص في الاخر كانت معروفه في الاخر نادي الاهلي ده نادي كبير، هو اللي بيع اخبار وبيع مواقع وحاجات كده. النادي الاهلي كبير جدا، والانديه الكبيره ما بتروحش في حته ثانيه يعني، ما فيش الكلام اللي انت بتقوله ده او اي حد تاني بيقوله او اصله مش عايز يوقف. ما عندناش، لا انا ما قلتش حاجه يا كابتن، انا بقول لك ايه ما لا بعد، لك الناس ما اللي بعد بتقول يعني انت بتربي في النادي الاهلي وعارف طبعا. ما ده اللي انا سؤال انا بساله لك كابتن، ليه عمليه التوضيح من الناس اللي جوه المطبخ بتبقى مختلفه وفيها مصداقيه اكبر،
فكابتن شريف نجم كبير وموجود جوه النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي دائما اللاعبين او منتخب مصر هو الاهم بالنسبه له ان هو يدي اللاعبين لمنتخب مصر. اللعيبه بالسيستم بالمؤسسه كلها مؤسسه ماشيه في خط يحتذى به يعني وفي اطار الوطنيه. صحيح يا كابتن. فاللي انا عايز اقوله لك اي حد يتمنى يكون في المنتخب, في المنتخب. صحيح. مش ممكن هنمنع, بالعكس الفريق اللي هو بيبقى اكتر من لاعب عنده في المنتخب هو ده الفريق اللي عنده الثقه وعنده الاداء وعنده بيدي كل لعيبته ان هم ماشيين صح او الجهاز كله ماشي صح يعني. بالعكس. صحيح. لما قفشه ما راحش المنتخب هو ومحمد شريف والدنيا قامت وقعدت وكانت حكايه, مش كان ليها نتائج مش كويسه يعني. كابتن شريف, هل اطلعت على الاسماء الخاصه بالمستبعدين؟ يعني انا اقول لك الاسماء المستبعده كابتن شريف وتقول لي يعني مثلا كان في ضجه على انضمام عبد الله جمعه, فوجئنا ان هو بقى الراجل استبعده. هل الضجه دي كانت سبب مثلا لاستبعاد عبد الله جمعه؟ لان في الاخر هو عنده عدد محدود في المنطقه دي. هو جاب محمد حمدي من بيراميدز بعد ما خلص ماتش الكونفدراليه, لكن في البعض برضو يقول لك استبعاد عبد الله نتيجه الهجوم الكبير على فيتوريا بسبب ان عبد الله ايه؟ في حسين السيد. في حسين السيد وضم محمد حمدي لاعب بيراميدز الباك ليفت. دي الاسماء يا كابتن محمود جاد. أيوة. حسام عبد المجيد, ياسر, باهر محمدي, عبد الله جمعه, مصطفى زيكو, مروان عطيه, عمرو السيسي, احمد عبد القادر. انا بالنسبه لي احمد عبد القادر برده يعني, ومحمد شريف برده, مروان حمدي, واياه احمد ياسر. مجموعه الفراوده كلهم تقريبا خرجوا صح, ما فضلش غير يعني بنتكلم مين؟ كوكا بس لاعب محترف, مصطفى محمد. مصطفى محمد وكوكا شفتها, كان اول واحد بيجي بيبص الاولاني للمحترفين والحاله التعويضيه اللي هي بتبقى باللعيبه المحليه في المراكز. ما عندوش محترف بره باك ليفت, فاهمني؟ صحيح. ما عندوش محترف باك ليفت, ما عندوش محترف بره مثلا باك رايت. خسر الونش خساره كبيره جدا. ندعي له طبعا ان هو يرجع باذن الله في اقرب وقت يعني. فبتبقى في حاجات ما تاخدش بالك منها. انا كل ما تيجي تكلمني عن المنتخب بقول اخبار صلاح ايه, اخبار النني ايه, اخبار مرموش ايه, فهمتني؟ حالته عامله ازاي, في حد منهم دايما الواحد بيبحث عن اللي هيجيب له الجول, مش بيبحث عن الراجل اللي هو يعني. كنا سعداء كلنا بكريم فؤاد لانه بقى شكل جميل جدا, يقدر ناقل الحركه من ناحيه اليمين ويخش جوه 18 وبيشوط وبيجيب جوال وبتاع, بيدي حريه للجهاز الفني وللفريق. انت كمان يعني جبت سيره, انا يعني فتره عمال اجيب سيره كريم فؤاد كتير, لكن خليني اقول لك كابتن, هل في وقت من الاوقات انت لعيب بيتالق في مركز, هل المفروض اخده حتى لو المركز اللي هو فيه ده لاعب كبير مش هقدر اقعده, ولا الامور بالنسبه لك لا يعني مش هينفع اخده عشان اللعيب ده اللي موجود الكبير ده كابتن؟ وانا بتكلم على صلاح, لان كريم فؤاد لما تالق في المركز اللي هو المفروض بتاع صلاح. اما كريم فؤاد اكرم توفيق, دي لعيبه جواكر عندك. وفي لعيبه في مصر كتير جواكر قوي, مش من مسميات مكان محمد صلاح يلعب مكان محمد صلاح, لا ده راجل بيلعب في نص الملعب وبيلعب باك رايت وبيلعب. اتضح لنا ان هو في الناحيه اليمين دي حاجه جميله جدا, وبيتحرك من ناحيه اليمين في العمق, فهو بيكسب ارضيه مع المدير الفني كويس. انا لما يبقى عندي لعيب بيلعب في كل يعني في كذا مكان انا ببقى مبسوط, مش باخده عشان هو مكان صلاح ولا باخده عشان هو مش هينفع غير المكان ده. لا, في كذا لعيب انت بتبقى باصص عليه تقول يبقى موجود. محمد هاني ده ساعات ببص بلاقيه دخل جوه بقى سيرت باك, مش باك رايت بس, بيعرف يلعبها وبيعرف يقفها. انما محمد هاني عايز ينطلق ناحيه اليمين وعايز ياخد السرعه بتاعته وعايز يعمل كرات عرضيه وعايز يروح يجيب جول. في سمه, في طابع للاعب نفسه هو بيحب ده. يعني لما تيجي تسالني انا كنت بتحب تلعب ايه؟ اقول لك بحب العب ونجلفت. وينج قطعتي على الجون على طول يعني, واقدر اقطع لجوه واشوط يعني. زي لعيبه كتير قوي تروح مشمعة. انا فاكر انت بتشمع على طول قوي وينج رايت يعني, فهمتني؟ صحيح. لما يكون كابتن مصطفى عبده مش موجود كنت بلعب بادي في الونجرات وبادي كويس, بس ازاي في الانجليزي يعني. انا عدلتي وارتياحي في التنفيذ والكلام من ده ناحيه اليمين, وخاصه مثلا عندي واحد زي كابتن مصطفى عبده في اليمين على طول بيطيرني معاه وبيعمل لي عرضيات وانا اطير اجيب جوان.
لما يبقى عندك امكانيات في فرقه زي محمد صلاح تحط اي حد بقى، يعني اي حد جنبه، مصطفى محمد هيبقى فيه رزق، مرموش هيبقى عنده رزق، الباك ليفت لما بيشتغل كويس ويعمل عرضيات كويسه الناس اللي جايه من نص الملعب. اهم حاجه في الفرقه كلها هو نص ملعبك، وانت عارف كده. صحيح. لما بيبقى قدام بلجيكا في مسمارين ثلاثه في ارتكاز واقفين ماسكين مكانهم صح، اعتقد بيبقى لك شكل في الكره الثانيه اللي بتترد يعني. صحيح صحيح.